بهدف الحفاظ على مصالح مصر وتقوية علاقتها مع أشقائها الأفارقة، تأتي مشاركة وزير الري محمد عبد العاطي في الاحتفال الخاص بختام المرحلة الأولى لمشروع درء مخاطر الفيضانات في غرب أوغندا. وخلال الاحتفال أكد وزير الري حرص مصر على استمرار التعاون الفني بين وزارتي الري في البلدين، معلنا بدء الإعداد للمرحلة الثانية من هذا المشروع الهام. كما أعلن الوزير بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 5 سدود خاصة بحصاد مياه الأمطار بمناطق متفرقة بأوغندا، تضاف إلى ما تم تنفيذه من مشروعات الأبار لضمان توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين الأشقاء بأوغندا. من جانبه أشاد وزير المياه والبيئة الأوغندي بروح التعاون التي تربط بين مصر وبلاده، وبخاصة في مجالات الري ودرء مخاطر الفيضانات، منوها بشكل خاص إلى جهود مصر لدعم منظومة إدارة الموارد المائية والري في أوغندا ورفع وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، فضلا عن الخبرات المصرية الكبيرة في مواجهة الفيضانات والسيول ودرء مخاطرها. ويأتي هذا المشروع ضمن إطار التعاون الثنائي بناء على طلب من الحكومة الأوغندية لتقديم الدعم من خلال الخبرات المصرية نظرا للمخاطر التي تعرضت لها مناطق غرب أوغندا على مدار 20 عاما من جراء موجات الفيضانات الكثيفة المتتابعة التي تتسبب في تدمير الأراضي وخسائر مادية وبشرية كبيرة. ويؤكد مسؤولون بوزارة الري أن مصر لا تبخل بالمساعدات الفنية والخبرات اللازمة لدعم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الوثيقة التي تربط بين شعبي مصر وأوغندا. مشاهدينا الكرام، برحب بكم وبضيفي الكريم في استوديو من القاهرة الدكتور ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائي بوزارة الموارد المائية والري. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، أهلا بك. دكتور، عندما نتحدث عن إفريقيا بنتحدث عن علاقات، بنتحدث عن مشروعات تنموية تكون فيها المنفعة مشتركة بين دول القارة السمراء. هذه المرة دول حوض النيل تحديدا، مصر ودول حوض النيل ومشروعات للتعاون الثنائي. بشكل عام كيف تراها قبل أن نتحدث عن ملفات هذا التعاون؟ التعاون مع دول حوض النيل هو يعني تعاون وثيق وتاريخي وممتد، ويعني بدايته يعني عريقة. يعني احنا بدايتنا كان التعاون مع السودان، وكانوا يعني مصر دولة واحدة، وكان هناك ري مصري من سنة 1904. ثم التعاون كان مع دولة زي أوغندا عند إنشاء سد أوين سنة 54، وأصبح هناك برضو ممثلين للري المصري في أوغندا. ثم تطور هذا التعاون من خلال مشروعات تعاون مشترك ومشروعات لخدمة المجتمعات، وهي مشروعات بالدرجة الأولى بتستهدف المواطن البسيط في هذه الدول لإيصال رسالة إيجابية من مصر لدول حوض النيل أنها مع التنمية. مصر تؤيد التنمية بل تشارك فيها وتستخدم إمكانياتها وخبراتها في تقديمها للأشقاء الأفارقة والأشقاء في حوض النيل لدعمهم وحل بعض المشاكل اللي بيواجهوها، زي طبعا مشكلة الحصول على المياه النظيفة من خلال حفر الأبار. يعني ده أحد المشروعات الرئيسية اللي احنا بنقوم بها في حوض النيل، هي مشروعات حفر الأبار. لدينا مشروعات حفر أبار في أوغندا وفي كينيا وفي تنزانيا وفي السودان وفي جنوب السودان، ولدينا مذكرات تفاهم برضو لمد هذا التعاون ليشمل باقي الدول الكونغو. إذن هي مشروعات عدة نتحدث عنها، لكن بتقديم يد العون من مصر في قيمة مضافة لكل الأطراف في أفريقيا وخاصة دول حوض النيل. اسمح لنا نخرج لموجز الأنباء مع زميلي محمد عبد الله ونعود لاستكمال الحوار مع حضرتك. موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من تطوير عدد من المستشفيات في محافظات الصعيد، مشددا على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين ومطالبهم. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة مدبولي، والذي عرض فيه أيضا وزير الري محمد عبد العاطي محاور استراتيجية الوزارة لإدارة الموارد المائية بين عامي 2018 و2021. كما عرض عبد العاطي الخطة القومية للمياه بين عامي 2017
2037 والتي تبلغ تكلفتها الكلية 900 مليار جنيه، والخطة قصيرة المدى 2018-2021 والبالغ تكلفتها 40 مليار جنيه. أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية إلى اللجنة العامة لدراسة الملاحظات والأسباب محل الاعتراض الواردة في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حول المشروع. وأكد عبد العال خلال الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد العادي الرابع للمجلس ثقته الكاملة في أن اللجنة العامة ستولي فور تشكيلها العناية التامة والفائقة لدراسة الأسباب التي وردت في خطاب الرئيس السيسي لإخراج مشروع القانون متوافقا مع الدستور ومراعيا لأحدث المعايير الحاكمة لحرية الأبحاث العلمية وحماية جسد الإنسان. كما وافق مجلس النواب على ترشيح رئيس الجمهورية للثلاثة النواب لكل من وزراء الخارجية والنقل والمواصلات والصحة والسكان. قالت وزيرة الصحة هالة زايد إنه بنهاية اليوم الثاني من الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية تضاعف العدد إلى أكثر من 252 ألف مواطن مما تم الكشف عليهم. وأشارت زايد خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج اليوم الثاني من الحملة إلى أنه تم تحويل المصابين المكتشف حالتهم إلى مراكز تحويل العلاج. النهاردة بنهاية اليوم الثاني عدد الإقبال تضاعف عن امبارح الحمد لله، احنا وصلنا لغاية الآن ل 252,282 مواطن عملوا تحليل فيروس سي وكشفوا سكر وضغط وسمنة، واللي كان عنده إصابة أو وجهناه علشان المراكز اللي هياخد فيها العلاج. كلف الرئيس العراقي المنتخب حديثا برهم صالح السياسية الشيعية المخضرم عادل عبد الهادي رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. كان صالح قد أقال عقب أدائه اليمين الدستورية إنه سيكون رئيسا للعراق وليس لفئة أو جهة معينة، مشيرا إلى أنه سيعمل على وحدة العراقيين والعراق. وجاء فوز الرئيس المنتخب في جولة تصويت ثانية على منصب رئيس الجمهورية بعد تعذر حصوله ومنافسه فؤاد حسين على ثلثي الأصوات في الجولة الأولى. أعلنت روسيا أنها أنهت تسليم سوريا نظام صواريخ أرض جو من طراز S-300. وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن النظام سيسمح بتعزيز أمن العسكريين الروس في سوريا. وأقرت روسيا تزويد سوريا بهذا النظام على الرغم من اعتراض إسرائيل عقب اتهام موسكو بأنها تسببت بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا في سبتمبر الماضي. أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبي سيلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأحد المقبل في محاولة لتسريع عملية نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ. وقالت المتحدثة باسم الخارجية إن زيارة بومبي لكوريا الشمالية تتضمن أيضا زيارة اليابان وكوريا الجنوبية والصين. ومن المقرر أن يصطحب وزير الخارجية الأمريكي في زيارته لبيونغ يانغ الأسبوع المقبل ستيفن بيجون الذي عينه بومبي مؤخرا مبعوثا خاصا إلى كوريا الشمالية. نهاية الموجز من القاهرة وزميلة هبة حسين بعد الفاصل، ابقوا معنا. مشروعات للتعاون بين مصر ودول حوض النيل وأوغندا بشكل خاص من خلال زيارة لوزير الري محمد عبد العاطي لأوغندا ومشروعات للري والموارد المائية. حديثنا ممتد مع ضيفي الكريم الدكتور ممدوح حسن رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائي بوزارة الموارد المائية والري. برحب بحضرتك مرة ثانية. أهلا بحضرتك. تحدثت عن مشروعات خاصة بالتنمية في مجال الري تحديدا درء مخاطر الفيضان. معالي وزير الري في زيارة لأوغندا كانت الأسبوع الماضي وافتتاح المرحلة الأولى في مقاطعة كاسيسي في أوغندا تحديدا لدرء هذه المخاطر، مقاطعة عانت من الفيضانات على مدار 20 سنة ماضية. تمام. تفضل يا فندم. المشروع المصري
هو المشروع المصري كان يعني بدأ منذ حوالي يعني عام ونصف في أوغندا كأحد المشروعات اللي تقوم بها مصر يعني في أوغندا. هذا المشروع كان يعني طلب من الرئيس موسيفني شخصيا، لأنه كان فيه في 2014 و2015 فيضانات عارمة في كاسيسي وأدت إلى يعني وفاة عدد من المواطنين وتدمير عدد من المنازل، فكان في استجابة سريعة من مصر بإعداد تصور لعمل حماية. هو في نهر هناك يعني مع يمكن الأسماء يمكن صعب شوية على المصريين، والنهر اسمه نيامومبا، وهو أحد الأنهار اللي بتصب في بحيرة جورج اللي هي بتغذي عن طريق بحيرة ألبرت، نهر النيل عن طريق بحيرة ألبرت. فهذا النهر كان محتاج إلى إعادة تأهيل، لأن النهر نتيجة لتراكم الحجارة في النهر أدت إلى ضيق المجرى المائي، وبالتالي لما حصلت فيضانات العارمة في كاسيسي أدت إلى خروج المياه من مجرى النهر ووصولها إلى مناسيب مرتفعة، فدمرت يعني عدد من المنازل وأدت إلى غرق بعض المواطنين. فالمشروع المصري كان عبارة عن تأهيل المجرى النهري والحقيقة يعني تخليق استيعاب كم من مياه الفيضانات بالضبط، يعني تخليق يعني مجرى مائي من جديد. يعني كان يعتبر النهر تقريبا يعني في بعض المناطق يعني شبه يعني غير موجود، فتم إعادة تأهيل هذا المجرى المائي، ثم عمل بعض أعمال الحماية عبارة عن مجموعة من الجابيونات، يعني بنسميها الجابيونات، هي عبارة عن حوائط يتم وضعها في أماكن الهوت سبوت أو الأماكن الحيوية، في مدارس مستشفيات أماكن حيوية في هذا المكان. فيمكن الحقيقة أنا يعني شايف قدامي دلوقتي في الجابيونات، يعني ده أثناء عملية التنفيذ، الصورة اللي قدامنا حاليا دي بتظهر بعض الجابيونات أثناء عملية التنفيذ. ده المشروع اللي تمت المرحلة الأولى منه بالفعل، ده المرحلة الأولى بتاعته بالفعل. الحقيقة يعني في يمكن في صور أخرى أو في فيديو آخر بيوري لما حصل الفيضان بقى بعد لما تمت أعمال الحماية، بيوري الفرق اللي حصل ومدى الاستيعاب. الصورة دي يمكن في صورة هنا افتتاح السيد وزير راي للمشروع خلال الأسبوع الماضي، يمكن فيديو يمكن لو قدرنا نشوفه بعد شوية بيوري أهو الفيديو ده بتاع المية بتتحرك في النهر، أصبح يعني النهر موجود. فلما جه الفيضان العام الماضي لم ينتج عنه اي خسائر، بل يعني تفادينا الاضرار اللي كانت ناتجه في الاعوام السابقه، وده لقى يعني الحقيقه صدى طيب جدا. واثناء زياره السيد الوزير لاوغندا اللي كان فيه يعني زار الحاكم بتاع الولايه اول ما وصل لكاسيسي، وكان يعني بيشكره جدا على هذا الدور اللي قدمته مصر والرساله الايجابيه. الحقيقه الرساله يعني غرب اوروبا غرب اوغندا الحقيقه ده على بعد 500 كيلو، يعني احنا نزلنا بالطياره ركبنا 500 كيلو علشان نوصل لهذا الموقع. فهي الرساله ان احنا ممكن نصل الى يعني ابعد مكان في اوغندا لنقدم الدعم والعون للاشقاء. توفير مياه الشرب النظيفه او كمان مشروعات حفر الابار كان للايادي المصريه دور فيها واضح. قد ايه مصر استطاعت حفر المزيد من الابار؟ قد ايه وفرت مياه نظيفه للاوغنديين؟ انا هتكلم على الحته دي، بس انا برضو على 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 نفس المنوال بتاع توفير مياه الشرب. الحقيقه احنا في مرحله اخرى من كاسيسي، احنا ولما معالي الوزير افتتح المشروع طبعا الـ 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 يعني الطموح بتاع الاخوه الاوغنديين ان احنا نقدم مزيد من الدعم، ففي مرحله اخرى من المشروع ما زال في مبلغ متبقي من المنحه. فاحنا يعني شفنا باقي الطلبات اللي هم طالبينها، من ضمنها توفير مياه الشرب، بس الحقيقه توفير مياه الشرب في هذه الحاله من النهر نفسه يتم تجميع المياه عن طريق مأخذ، يعني تخزين جزء منها وبعدين بقى في مأخذ بيتم تجميع المياه ويتم توزيعها على بعض الاماكن. نرجع بقى لحضرتك السؤال بتاع حضرتك اللي بالنسبه للابار، احنا عندنا في اوغندا كان مرحله سابقه لهذا المشروع كان في حفر 75 بير، والابار دي يعني برضو في اماكن متفرقه من انحاء اوغندا، يعني في محافظات عده. الحقيقه ما بنركزش الاعمال في المحافظه كامبالا او كده او في العاصمه، الابار دي متفرقه في جميع انحاء البلاد لبرضه لتحقيق التوازن، يعني عدم يعني تركيز المشروعات في العاصمه، ولكن لا هي بتصل الى كل الناس في جميع المحافظات. ففي 75 بير تم حفرهم خلال الثلاث اعوام السابقه، وتم ميكنه
برين من هذه الابار بحيث ان هم يعملوا بالطاقه الشمسيه، لانه برضو هناك توافر الوقود يعني في صعوبه شويه، فلضمان الحصول على او السستينابيليتي او الاستدامه بتاعه او الاستمراريه بتاعه هذا المشروع، فتم تزويده بالطاقه الشمسيه، وبرضو تم افتتاحه في العام الماضي. والحقيقه يعني هذه المشروعات، يمكن الصوره برضو دي الوزير المصري مع الوزير الاوغندي قص الشريط بتاع مشروع كاسيسي، فالحقيقه برضو يعني الوزير الاوغندي هو سام شابتوريس برضو في العام الماضي كان مع سيادة الوزير في افتتاح احد الابار المميكنة، وهو بنفسه الحقيقة كان بيتكلم عن مصر وعن المصريين وكأنه مصري بيتكلم بالاوغنديين. طبعا في هنا صوره برضه طلبه المدارس ده بيبين ردود الفعل من الشعب الاوغندي باتجاه مصر. يعني هم شايفين المشروعات التنموية لمصر ازاي على الأرض. يعني حضرتك كذا مكان من اللي هم من المواقع دي بنزور مدارس، وحضرتك يمكن في صوره من الصور كان سياده الوزير في وسط طلبه مدارس. يعني ده الجينيريشن الجديد او الجيل الجديد اللي موجود في اوغندا، وهم ابتدوا يتكلموا مع سياده الوزير ويتكلموا عن سعادتهم بالحمايه اللي مصر قدمتها في المكان ده بحيث المدرسه تبقى في منطقه امنه. فيعني جيل جديد برضو بيتوصل له هذه الرساله الايجابيه يعني على مستوى كبير. والحقيقه لقينا الاطفال يعني عندهم وعي كبير، يعني الحقيقه يمكن في مكان بعيد زي ده انا نفسي لما شفتهم بهذا الوعي وكانوا بيعملوا رقصات جميله وحاجات، الحقيقه يعني ما توحي ان هم يعني شعب متحضر ولديه ثقافه، والحقيقه يعني كنا سعداء بان احنا قدمنا له هذه الخدمه. طيب احنا مش بنتكلم عن مصر واوغندا فقط، احنا بنتكلم عن مصر ودول حوض النيل ومصر وتعاون مع القاره الافريقيه بشكل عام ودولها. مصر في استعداد لاستضافه اسبوع القاهره لمياه النيل، ما ستقدمه مصر في هذا الاطار؟ هذا موضوع حدث هام جدا الحقيقه، هيتم زي ما حضرتك اشرتي في شهر اكتوبر في الفتره من 14 ل 18، هو حدث كبير جدا، هو الاسبوع الاول لاسبوع القاهره الاول للمياه، وبيتم لاول مره على ارض مصر، وهيكون حدث كبير جدا لانه هيضم كثير من الوزراء سواء كانوا الوزراء الافارقه او وزراء حوض النيل، علاوه على كبار الخبراء من كل دول العالم وكثير من المنظمات الدوليه والجهات المانحه، كما سيتم تنظيم خلال الاسبوع في مؤتمر منظمه التعاون الاسلامي للوزراء المياه الدول الاسلاميه، وفي مؤتمر تحالف الدلتوات، وفي اللجنه التوجيهيه لمشروع الممر الملاحي بين بحيره فيكتوريا والبحر المتوسط. أيوة. واحد المشروعات، وده من المشروعات المهمه اللي عايز اعرف برضو احنا وصلنا فيها لفين يا فندم. حضرتك خدتيني الموضوع تاني، لكن هو هذا الموضوع. لا اتفضل طبعا كمل الموضوع ده، هو اسبوع المياه، لكن احنا مش هنمر مرور الكرام على هذا الملف. هو فعلا مشروع مهم جدا، وهو زي ما قلت لحضرتك هو هيبقى احد الـ 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 الموضوعات الهامه، ولديه جلسه، هيكون هناك جلسه. يعني عموما ممكن نتحدث برضو عن هذا المشروع، لانه في جلسه ترويج لهذا المشروع، لانه هذا المشروع اذا كده حضرتك بتساليني عن هو وصل لحد فين، هو تقريبا وصل لانتهاء المرحلة الأولى اللي هي خاصة بإعداد الإطار القانوني والمؤسسي وإعداد الشروط المرجعية لدراسة الجدوى الفول فيزابيليتي ستادي أو دراسة الجدوى الكاملة. فإحنا محتاجين نعمل ريسورس موبيلايزيشن أو يعني نستدعي الجهات المانحة، وهيبقى في جلسة ترويجية مدتها ساعتين خلال الأسبوع يوم 16 من أكتوبر، هيبقى في جلسة هندعو فيها الدول المانحة ونعرض عليهم التقدم الذي تم في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى كانت بتتم من خلال استشاري بلجيكي ومساعدة الفريق العمل وحدة إدارة المشروع، وتقريبا على وشك الانتهاء. يعني حاليا في المسودة الأولى من التقرير النهائي لهذه المرحلة بيشتمل على الإطار القانوني والمؤسسي، كيف يعني بنتحدث عن كيف يتم المشروع في الفترة القادمة. هو هياخد بعد إقليمي، المتصور أن يكون له وحدة إقليمية رئيسية. طب احنا عايزين تعريف سريع بالمشروع وفوائده.
على مصر، ليه مصر عايزة تعمل ده؟ هذا المشروع هو بيربط دول حوض النيل عن طريق الممر الملاحي، وهو مش هيبقى بقى فقط ممر ملاحي وممر تنمية، لأنه لما بقى في ممر يربط بين بحيرة فيكتوريا ويصل إلى البحر المتوسط، وطبعا هو في سعي وفي طموح وفي حلم أنه يتم إزالة العوائق التي يعني تمنع المرور بالمراكب والسفن سواء من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، لكن فيما يسمى المالتي موديل، يعني بعض الحاجات اللي هي في التكنولوجيا الحديثة، يا إما إن إحنا نستخدم أسلوب واحد، إن إحنا ننشئ بعض المنشآت على السدود الموجودة أو الكاتراكت الشلالات بحيث إنها تسمح بمرور السفن، او بيبقى في ما يسمى المالتي موديل، يعني ان احنا نصل الى نقطه معينه ثم نستخدم وسائل السكه الحديد او النقل البري من نقطه الى اخرى، ثم يعني استكمال مجرى استكمال المسار، فتتوقف على حسب دراسه الجدوى زي ما بيقول حضرتك، يعني بتبقى مساله دراسه جدوى، يعني في مرحله دراسه الجدوى سيتم المفاضله بين البدائل المختلفه حسب التكلفه بتاعه هذه البدائل. هي البدائل كلها ممكنه من الناحيه الفنيه، يعني ما عادش في حاجه دلوقتي صعبه. شفنا في اوروبا يعني على الانهار بيعملوا حاجات دلوقتي، في إليفيتور يعني بيرفع السفن بال20 و30 متر من نقطه الى اخرى، يعني حاجات الحقيقه اللي يمكن من 10 سنين فاتوا او من 20 سنه يمكن كان تبقى حاجات صعبه، لكن اصبحت موجوده دلوقتي. لكن طبعا كل البدائل ليها تكلفه. فهو المفترض انه يبقى هذا المسار من البحيره من بحيره فيكتوريا الى البحر المتوسط، ويقوم ممر تنميه، يعني ليس فقط عبور سفن، لكن كمان لما بيكون في سفن يبقى في خدمات لوجستيه وفي تنميه سياحيه. وطالما يعني حتى احنا بنشوف الرحله السياحيه البسيطه بتاعتنا من الاقصر لاسوان قد ايه ممكن في السكة بتتوقف عند بعض المناطق السياحية، فأفريقيا طبعا كلها كنوز من السياحة والبارك اللي هي الـ يعني البارك المفتوحة أو الغابات المفتوحة موجودة في أنحاء أفريقيا كلها، فيعني وكمان في يعني الأحياء المائية في هذا المسار، ففي يعني أشياء كثيرة جدا ممكن الناس تتوقف عندها في هذا المسار، ويكون في كمان يعني ممكن يبقى في ربط كهربائي، في عدة يعني لكن أشياء. هل في ممكن نوع من الإمداد للمزيد من المياه لمصر، حصة مياه يعني الشرب تحديدا أو المياه الصالحة للزراعة؟ يعني ليست هذه يعني حاجة بنفكر فيها بشكل مباشر، يعني بنفكر أنه ربط المصالح ببعضها هيخلي في تحرك في اتجاه عمل مشروعات مشتركة تحقق الفائدة للجميع، احنا بنسميه الوين وين، او بحيث انه جميع الاطراف تستفيد من المشروعات، وهو ده اللغة الموجودة حاليا، انه المشروعات يجب ان تكون ذات مصلحة للجميع، يعني لا يمكن ان يكون في طرف مستفيد من المشروعات والباقي ليس لديه يعني مصلحة منها، يعني يجب عشان نضمن نجاح اي مشروع يجب ان يكون جميع الاطراف لديهم مصالح مشتركة في تنفيذ هذه المشروعات. فيعني ترابط المصالح والمشروعات المشتركة ولغة الحوار المشتركة مع المشروعات تؤدي إلى مزيد من التقارب وإلى يعني وأساس النجاح، أساس النجاح لأي مشروع. بالضبط. العنصر البشري في أفريقيا تحديدا، تدريب هذا العنصر ومده بالخبرات المصرية، وصلنا لفين في ده؟ حبيبي ده سؤال مهم جدا الحقيقة، هو لأنه العنصر البشري هو في الآخر اللي بيشغل أي حاجة، فإحنا يعني أحد الأشياء الهامة جدا في العلاقات مع الدول الأفريقية ودول حوض النيل هو فكرة التدريب ونقل الخبرات. فمصر لديها يعني ثروة بشرية كبيرة جدا ولديها خبرات كبيرة جدا في كل المجالات، ولما نتكلم يعني تحديدا عن مجال الموارد المائية، ولدينا قطاع التدريب الإقليمي هو مركز كبير جدا في 6 أكتوبر، يعني في دورات في جميع المجالات، ده أحد الـ 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 الأماكن اللي بتوفر يعني مجالات كبيرة جدا للتدريب. لدينا الجامعات المصرية نفسها، يعني في عندنا طلبة بتحصل على درجات الماجستير والدكتوراه، لدينا في دبلومة الموارد المائية بجامعة القاهرة، دي أحد تقريبا مدتها 9 شهور برضو بيجي فيها اللي هم البوست جراديوت، الطلبة اللي مخلصين الباشلور درجة البكالوريوس بيحصلوا على دبلومة الموارد المائية، برضو بتديهم يعني فائدة كبيرة جدا في مجال الموارد المائية.
يعني لدينا تدريب حتى في الوزارة نفسها في أماكن تدريب في مركز البحوث المائية الذي في معهد الهيدروليكا قاعات تدريب وبيقدم برضو كورس لمدة 3 شهور للأشقاء الأفارقة. فالحقيقة موضوع التدريب ده موضوع هام جدا، علاوة بقى على ان احنا عندنا احيانا يعني تيلور تريننج او التدريب اللي بيتم تفصيله حسب الاحتياج بالظبط. يعني بيكون عندنا مثلا مشروع النهاردة بنعمل احنا احد المشاريع بتاعتنا، ويمكن ده برضو هنرجع لأوغندا تاني. يعني في عندنا مشروع مع أوغندا هارفستنج دام او اللي هي مشروعات سدود حصاد الامطار. ففي عندنا يعني في خلال الفترة القادمة ويمكن برضو اثناء وجود معايا الوزير في اوغندا كنا يعني تكلمنا وعملنا بريفنج للسادة الوزراء عن اننا هنبدأ في خلال يمكن اسبوعين من الان في تنفيذ مشروع انشاء 5 سدود حصاد امطار. هي ببساطة بتبقى عبارة عن خزان سطحي بتتجمع فيه المياه بتاعة الامطار، ويتم بعد كده ضخها بمضخة لخزانات علوية، ويتم ربطها بشبكة مواسير لتغذية يعني المياه الشرب والاغراض المختلفة. فاحنا بصدد عمل هذا المشروع، وده لما بيتعمل مشروع زي ده بنبقى عايزين نضمن انه الفنيين والمهندسين الاوغنديين يحصلوا على هذه الخبره، فبنديهم تدريب في مجال الديزاين، التصميمات بتاعه السدود، المينتنس، الصيانه بتاعتها. فطبعا بيبقى دي النو هاو بقى. كلفه المشروعات دي قد ايه؟ كلفة المشروعات المصرية على الأراضي الأوغندية؟ إذا اتكلمنا على مشروع كاسيسي المرحلة الأولى منه حوالي 2.5 مليون دولار، وفي مرحلة تانية هتمكن في حدود 2 مليون دولار المرحلة القادمة. حفر الأبار 75 بير كانت تكلفتهم حوالي 1.4 مليون دولار. برضو عملية الميكانة، يمكن دي الصورة اللي حضرتك شايفينها دي برضو احد الحنفيات اللي هي جايه من احد الابار. تالي كان في صور تانية يمكن بتوري الخزان نفسه العلوي اللي هو متوصل بالابار يعني. واظن برضه صوره كان سياده الوزير كان بيفتتح، يمكن الصوره هنا فيها دي الطاقه الشمسيه، دي بتظهر الوحدات الطاقه الشمسيه اللي هي مرتبطه، او الخزان العلوي يمكن ظاهر في هذه الصوره دلوقتي. فيعني دي بتبقى مكلفة شوية. مبدأ المنفعة المشتركة مصر هيعود عليها ايه من كل هذه المشروعات الخاصة بالري في اوغندا؟ ما حضرتك، هو احنا عندنا رسالة ايجابية مهمة جدا بنوصلها للاشقاء الافارقة، لانه احيانا بيبقى فيه رسالة اخرى ان مصر ليست مع التنمية وبتعوق التنمية او لا، بنقول لهم احنا مع التنمية بما لا يؤثر على مصر وبس، واحنا مش بس مع التنمية، نحن يعني كمان نشارك في هذه التنمية، وبنيجي بنفسنا وبنقدم بفلوسنا منحة مصرية للمساعدة ولحل المشاكل، سواء كان حفر الأبار، حل مشكلة مياه، سواء كان سدود حصاد أمطار، سواء كان إزالة الحشائش كمان وتطهير مجرى النهر. ده ليه تاريخ طويل يعني، يمكن هو ده كان بداية تعاوننا مع أوغندا الحقيقة من عام 1999، كانت برضو دعوة منهم لحل مشكلة انسداد البحيرات بالحشائش. فيعني دي رسائل إيجابية أظن أنها يعني بتنفي تماما عن مصر فكرة أنها ضد التنمية، ولكن هي التنمية التي لا تؤثر سلبا على مصر، أو لا يعني لازم يكون فيها توازن، يعني تنمية مع الحفاظ على الشركاء في المجرى المائي. مصر هي يعني دولة شريكة. وبعدين في حاجة هامة جدا على فكرة، يعني برضو من الأسرع، أولا في شركات مصرية بتنفذ، بالمناسبة مشروع كاسيسي ده بينفذه المقاولين العرب. أي. وفي عندنا مشروعات أبار كانت بتنفذها شركة رجوة برضو شركة مصرية، وفي عندنا المقاولين العرب في جنوب السودان وفي دول أخرى. يعني في عندنا برضو مساهمة البحيرة كانت في أوغندا، ففي شركات مصرية. وبعدين يعني التواجد المصري هذه الدول يعني دول بكر. هل في اتفاقات للتعاون لتبادل الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية أو حتى الاستفادة من هذه الاتفاقات الحقيقة مصر باحتياجاتها؟ هو في بالفعل في يعني اتفاقات الثروة الحيوانية، بس أظن يعني الشغل ده أكتر مرتبط بوزارة الزراعة الحقيقة. وفي كمان حاليا في مجزر آلي موجود في أوغندا تم افتتاحه يمكن العام الماضي، وفي برضو اتفاقات مع السودان بالتأكيد في مجال برضو استيراد اللحوم ومع أوغندا. الفكرة تسهيل مشروعات الري والموارد المائية أو تقليل المخاطر
بينمي هذه الثروات وبالتالي بيكون في اساس للاتفاقات او المزيد من التعاون. هو على تهيئه ما هو ده تهيئه مناخ الايجابي للعلاقات مع الدول، ويعني يعني دي مساله هامه جدا، يعني اي حوار يعني بيحتاج علاقات طيبه وبناء ثقه عشان خاطر بعد كده لما نتحرك في اي مجال يكون في هذا المناخ المناسب للتحرك. ويعني زي ما حضرتك قلتي برضو في مجال الثروه الحيوانيه ده من الحاجات اللي فيها تعاون كبير جدا، وفي استيراد لحوم سواء كان من السودان او من اوغندا، ده احد الحاجات. لكن يعني يمكن اللي تحدث اكتر في هذه الموضوعات هم يعني المسؤولين في وزاره الزراعه المعنيين اكتر بهذا الموضوع. انا بشكر حضرتك على هذه الرؤيه التوضيحيه، وان شاء الله المزيد من التعاون في مجالات عده بين مصر ودول حوض النيل، وان شاء الله الاسبوع القادم يتوج بالنجاح، او اسبوع القاهره للمياه يتوج بالنجاح في المزيد من مجالات التعاون. بشكرك جزيل الشكر دكتور ممدوح حسن رئيس الاداره المركزيه للتعاون الثنائي بوزاره الموارد المائيه والري. شكرا. اشكرك يا فندم. شكرا.